إلى ذلك يسخر الإرشيف والتاريخ بالمواقف القطرية المشبوهة تجاه المحتل الإسرائيلي، وفي كل يوم يظهر دليل جديد يدين قطر ويبين مدى ارتباطها الخفي مع إسرائيل. وهذا ما بيّنه رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم لدى سؤاله من قبل طالبة قطرية وضعته في موقف لا يحسد عليه، فحاول التهرب بالفكاهة والتصغير وجلد الذات، ولكن ذلك لم يكن كافيا. أنا اسمح لي، يعني عندي سؤال عن العلاقة القطرية الإسرائيلية التجارية، حابة أعرف إيش نوع التجارة اللي بين قطر وإسرائيل، يعني شنو والله ما أعرف، يعني شنو الأشياء اللي قطر تصدرها لإسرائيل وتستوردها من إسرائيل؟ ترسني، أنا شفت في جريدة مكتوب 48,000 دولار إنه السنة اللي فاتت في تبادل. والله ما عارف ايش هو، بس اذا انت ما تعرف من ممكن يعرف؟ اسمح لي يعني نقدر نسال وزير الاقتصاد. اذا بتسمح لي اكمل سؤالي، الايرادات اللي تروح حق اسرائيل، ما تعتقدون ان اسرائيل يستخدمونها في تصنيع الاسلحه اللي يذبحون فيها الفلسطينيين؟ ما تقدرين تاخذينها بهالطريقه، لانه هاي موضوع تجاري، يعني اكيد بضاعه. اذا انت شريتي ساعه مثلا، مش كلها بتروح للحرب، لكن ما في شك انه هذا يدعم اقتصاد اسرائيل. بس اقتصاد اسرائيل مدعوم من قبل امريكا من سنوات، زائد انه 48,000 لن تؤثر في الموضوع. هم يبونها حتى يقولون دوله عربيه، طبعا في كذا دوله عربيه نفس الشيء تعمل، لكن انت ما تتصورين كم البضائع اللي تروح دول اخرى وتختم بختم دوله اخرى وهي اسرائيليه وتدخل عندنا وعند الدول العربيه بمئات الملايين من الدولارات. اذا قطر، اقتصاد قطر ما راح يستفيد، شو الفائده انه يكون بين قطر واسرائيل تجاره، مع العلم ان اسرائيل محتله فلسطين من 59 سنة؟ اذا تتذكرين قلت لك في سياسه وفي اقتصاد. أيوة. وهذا يدعم هذا. انا ما اعتقد ان احنا عملناه استعباطا، احنا عملناه بعد مؤتمر مدريد، ومؤتمر مدريد كان في انفتاح وكان في سلام، وفعلا في دول رجعت اراضي مثل الاردن وقعت اتفاقيه، مصر رجعت سيناء. اسرائيل ما التزمت بالسلام. صح، بس هذا الموضوع طويل، نحتاج ان نستمر. يعني احنا سوينا عده مبادرات، يعني الدول العربيه سوت مبادرات سلام مع اسرائيل. اتفق معك، واسرائيل نقضت كل هالمبادرات. 100% اتفق معك. تعرفين ليش؟ لان هم الاقوى واحنا ضعاف. متى بنتم احنا ضعاف وهم اقوى؟ انا اعتقد يمكن الله يجيب جيل احسن منا يسوي المهمه.